أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في بصمة اليوم. يسعدنا أن تكون بصمة اليوم عن كتاب اسمه بنتكلم مصري. وضيف حلقة اليوم هو صاحب هذا الكتاب. ضيفنا اليوم واحد من المصريين الشرفاء اللي بيحملوا مشاعل التنوير في مصر، رجل هو وإن كان رجل قانون لكنه في نفس الوقت رجل مهموم جدا بالهوية المصرية. معنا اليوم الأستاذ سامي حرك، كاتب هذا الكتاب وهو باحث في شؤون الهوية المصرية. الأستاذ سامي له وجهة نظر أن اللغة اللي احنا بنتكلمها النهاردة، اللغة اللي احنا بنتداولها مع بعضنا، اللي بنفكر بيها، اللغة اللي بنحب بيها، اللغة اللي بنضحك بيها، اللغة اللي احنا بنتشاجر بيها، لغة اليوم هي لغة كاملة الأركان، لا ينقصها شيء. وبيؤكد هذا الكلام من خلال الكتاب، وهذا الكتاب بنتكلم مصري على مدى 3 فصول. النهاردة هنبتدي بالفصل الأولاني وهناخد الجزء الأول منه لأنه الكتاب ما شاء الله دسم، فاسمحوا لي أرحب بيه مع حضراتكم. أستاذ سامي أهلا ومرحبا بك يا أستاذي. أهلا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا. سعداء يا فندم بوجود حضرتك معنا النهارده، وبان احنا بنحظى ببصمه حضرتك من خلال كتابك بنتكلم مصري. انا اسعد، ومساء الخير عليك وعلى مشاهدينك يعني والموجودين معاك. اشكرك يا فندم. اهلا وسهلا. في مستهل كتاب حضرتك، حضرتك استعنت بنصوص من الدستور المصري. النصوص دي بتؤكد على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية، وتحديدا القوانين أو المواد 19 و47 و50 من الدستور المصري اللي بتؤكد على التزام الدولة المصرية بالحفاظ على الهوية المصرية للبلد. حضرتك كرجل قانون قبل ما تكون رجل دارس للهوية المصرية والدراسات المصرية والإيجيبتولوجي بشكل عام، هل ترى أن هذه القوانين مفعلة في الدولة المصرية ولا مجرد ورقة على حبر على ورق، ولا بين حضرتك شايف إيه؟ والله لغاية اللحظة دي الدستور مفيش تفعيل للنصوص واضحة في الدستور اللي هي النصوص اللي حضرتك أشرت إليها دي. أيوة. وخصوصا المادة 47 اللي بتقول تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. احنا العادة في الدستور ان الدستور بيشمل المبادئ العامة، بيبقى بالزبط. فيه المبادئ العامة اللي بتحكم المجتمع بالزبط. وبعد كده يجي المجلس التشريعي ياخد المبادئ دي ويبدأ يعمل يفصلها بقى، يشرحها بقوانين. يعني اذا الدستور اتكلم عن الميزانية يطلع قانون لميزانية الدولة بالظبط. اذا اتكلم الدستور عن العلاقات الخارجية بين الوطن والدول الاخرى والى اخره يطلع قانون بينظم العلاقات الخارجية وهكذا. بالظبط. فلما يجي الدستور يتكلم عن الهوية المصرية يبقى رد فعل طبيعي ان يطلع قانون يشرح المسمى ده، المصطلح ده. ويبقى القانون ده بيشرح وبيقدم مواد ازاي يدعم المصطلح من ناحية، بمدارس، بجامعات، بمقررات دراسية الى اخره. ويبقى في كمان مواد عقابية بالحق. مواد بالطبع. عقابية يعني يكسر هذه القوانين. القانون يشمل كل طبعا الجوانب اللي بتفعل المبدأ اللي موجود في الدستور. هو ده اللي ناقص، ازاي نحافظ عليها وازاي نعاقب اللي بيتعدى عليها. ده واضح. ايوه بالظبط. ازاي ندعمها يعني. بتتكلم حضرتك عن ثقافة مصرية. طيب الثقافة المصرية دي لازم تشرحها وتدعمها ازاي وتحافظ عليها ازاي، واللي يأثر في حقها واللي يغلط فيها نعمل فيه ايه، نعمل معها ايه.
ادي حضرتك شايف ان ده غير مفعل حاليا يعني للاسف الشديد. اما هو ما فيش عندنا قانون اسمه قانون الهويه المصريه، ولا قانون اسمه قانون الثقافه المصريه. الى هذه اللحظه ما فيش. شيء مؤسف. يعني انت حضرتك بتتكلم عن العلم مش كده في الدستور؟ في قانون اسمه قانون العلم. في قانون اسمه قانون العلم له مواد. ايوه. العلم لونه ايه وشكله ايه ويتعمل ازاي ويترفع فين؟ اسمه كده. واخد بال حضرتك؟ فكل حاجه يتكلم عليها الدستور لازم تشرح وتتفصل في قانون. يعني حضرتك طرحت الهوية المصرية. حضرتك طرحت مثال بيهان علنا يعني للاسف احنا بنشوف اخواتنا السلفيين لما مش بيقفوا تحيه للعلم وبدون اي عقاب. لا، دول ما يبقوش اخواتنا، اللي يهين علم بلده ما يبقاش اخو حد. يعني معاك حق، هو التعبير مش صح فعلا، هو تعبير خني. هم فعلا مش اخواتنا. طيب حضرتك في الكتاب ده هو اتأرخت له بالتقويم المصري وبالتقويم الميلادي. ايوه. فكان التقويم المصري طوبة 6258 مصرية ويناير 2017. واضح جدا وجميل جدا هذه اللفتة يعني. خليني اسألك. ده نشاط. اتفضل حضرتك. ده نشاط ايه يا فندم؟ ده نشاط احنا بنعمله ومتبنين الدعوة للعمل بالتقويم المصري اللي بيبدأ من سنة 4241 قبل الميلاد. يعني احنا السنة دي سنة كتابة سنة مصادر الكتاب زي ما حضرتك تفضلت كانت 6258 بالفعل. احنا السنة دي في 6261. مظبوط مظبوط. وكل سنة بنحتفل. احنا مين؟ طبعا مجموعة المهتمين يعني بحراسة وحماية الهوية المصرية والثقافة المصرية. مجموعة على الفيسبوك ومجموعات مختلفة من الجمعيات والمهتمين. ما أعظمكم يا سيدي، مجموعة مستنيرة ومجموعة يعني بتخلي الواحد يشعر بالتفاؤل على مستقبل مصر. وإن كنا بنتمنى أن الإحساس ده يوصل لرجل الشارع وللناس البسطة في كل مكان وما بقاش قاصر على طبقة المثقفين مثلا. نتمنى ان ده اللي يوصل. والله احنا بنحتفل في الشارع. يعني احنا يوم واحد توت اللي هو بداية السنة المصرية، ونفس الحكاية اللي هو نفسه تقويم الشهداء او اللي هو المشهور باسم التقويم القبطي. تقويم القبطي في تقويم الشهداء. بنحتفل في الشارع، بنعمل رحلة في الشارع. بنعمل رحلة نيلية. ايوه بالظبط. جميل. وبنقابل الناس وبنوزع على الناس يعني مطبوعات صغيرة بتشرح حكاية التقويم الى اخره. عظيم عظيم جدا. يعني على حسب امكانياتنا، يعني نتمنى انه وسائل الاعلام، نتمنى ان الدوله، نتمنى انه وزاره الثقافه، الاصول الثقافه. يعني في بعض السنوات اللي فاتت كان في محافظات بتتفاعل معانا، زي مثلا محافظه الدقهليه. عدد من السنوات كان محافظها مهتم اللي هو عمر الشواتفي، كان مهتم جدا. محافظة المنيا برضو في وقت من الأوقات كان محافظة مهتم جدا، كان بيستضيفنا وكان بيعمل أنشطة. لدرجة أنه محافظ المنيا في سنة من السنين طلع 85 مركب شراعي. الله. ومكتوب على الأشرعة بتاعتها رقم السنة المصرية. الله، عظيم. عشان الرسالة عشان الرسالة توصل للناس. ما دي أهمية بقى. إن المسؤول نفسه يكون مثقف ومهموم بهويته المصرية، انه يكون كمان حامل الحمل. يكون ده هدف من هدف. ده شيء مهم جدا. المسؤول لما بيبقى من فوق عنده الوعي ده بيقدر يوصله للناس وبيساعد اكتر. وللأسف مثلا محافظ المنيا ده لما اتغير اللي بعديه ما عملش حاجة. محافظ الدقهلية بعد ما عمل 4 سنين كان بيعمل النشاط ده، اللي جه بعديه ما عملش حاجة. شفت بقى. وهكذا يعني. شفت بقى هي دي. وزارة الثقافة نفسها اشتركت معاهم، عملت اجندة بالتقويم المصري سنة، ويعني كانت جميلة جدا وممتازة جدا. انما مع انه ده المفروض يكون. اتفضل يا فندم.
اه ده شو تاني سنة ما قال لك ما فيش ميزانية. المفروض يكون عيد قومي ده يا فندم، المفروض اليوم ده يكون عيد قومي. ايوه هو ده هو ده. شوف الصين بتعمل ايه في التقويم الصيني، شوف ايران بتعمل ايه في التقويم الفارسي، التقويم الشمسي. ايوه شوف حتى سوريا والعراق بيحتفلوا بالتقويم الاشوري او السورياني ازاي، وبيكتبوا اسامي الشهور مع التقويم الميلادي. ما هو ده بقى يا انت سيدي، البلد اللي اخترعت ده يا سيدي، البلد اللي اخترعت التقويم. ده الوجع اللي احنا بنشعر بيه هنا، اننا مصر بكل عظمتها وقيمتها ديت ولادها نفسهم اللي مش حاسين بقيمتها. والله بقى احنا بنعمل اللي علينا، وبعدين كل واحد بقى واهتماماته وهنعمل ايه. دعني انتقل معك للسؤال المهم بقى، ماذا دفعك لكتابة هذا الكتاب تحديدا بنتكلم مصر؟ كان ايه هدفك او ايه الرسالة اللي بتوصلها للناس؟ هدفي لا ببساطة شديدة جدا، انا بقدم لأول مرة كتاب جرامر كامل للغة اللي احنا بنتكلمها، قواعد اللغة اللي بنتكلمها. عظيم. يعني انا من فترة ولينا طبعا اصدقاء سبقونا في المجال ده زي الاستاذ بيومي امتيل والاستاذ عبد العزيز جمال والاستاذ عصام استاتي واصدقاء كتير، وكان الله يرحمه الدكتور محسن لطفي السيد في صالونه والاستاذ طلعت رضوان، ويعني وعدد من المهتمين بنتكلم، وفي مساهمات طلعت انما مساهمات محدودة. بنقول ان المصريين بيتكلموا مصري مش بيتكلموا عربي، يعني اللغة اللي بيقولوا عليها عامية دي لغة مصرية. ده موضوع الكتاب بقى. فاحنا بقالنا سنين، بقالنا 20 او اكتر من 20 سنة بنقول الكلام ده في الندوات. طيب انت بتقول ان احنا بنتكلم مصري وان دي لغة، طيب فين كتاب الجرامر بتاعها؟ ايوه يعني انا مصدقك لما يجي واحد يقول لك انا مصدقك واحنا بنتكلم مصري، بس فين الجرامر بتاعك اللغه دي اللي احنا بنتكلمها؟ فده كان التحدي اللي قدامي. بالظبط كده، ده التحدي اللي كان قدامي، عشان كده طلعت الكتاب. جميل جدا. في الكتاب ده في مصطلحين حضرتك انا محتاج افهمهم او اعرفهم للناس. حضرتك استخدمت مصطلح، كل ده في الباب الاول طبعا، اللغه السبع تلافي. أيوة. اللغة السبع تلافي، ومصطلح تاني الحرف النبطي. تدينا فكرة ايه معنى المصطلحين دولت؟ ايه هي اللغة السبع تلافي او ليه التسمية ديت؟ وايه هو الحرف النبطي؟ من بعد اذنك. لا انا هبدأ بالاخير، يعني الحرف النبطي ده اللي هو الحرف اللي بتتكتب بيه اللغة العربية، اسمه يعني حرف هو النبطي. معروف عند الدارسين انه العرب اخذوا حرف لمجموعة بشرية كانت يعني في الحضارات القديمة اسمهم الانباط، دول ناس كانوا موجودين على الحدود سيناء. والانباط دول طوروا حرف مصري اسمه الحرف الديموطيقي السيناوي. طوروه وعملوا منه حرف خاص بيهم. كويس. أيوة. العرب خدوا الحرف ده ودونوا بيه مدوناتهم، ولما ظهر الاسلام انكتب بيه النصوص الإسلامية، وأول النصوص دي القرآن الكريم. عظيم جدا. فهو ده الحرف النبطي، ده المقصود بالحرف النبطي. يعني لكن هذا الحرف، اتفضل يا فندم. بالنسبة بقى المصطلح اللي هو اللغة السبع تلافي، أنا بوصف اللغة اللي بيتكلمها المصريين خلال الألف السبعة الأخيرة. يعني قلنا لو في 7000 سنة من ساعة نشوء التقويم، من بداية يعني التقويم ده مظهر حضاري، ده أكيد طبعا، يعني الحضارة المصرية قديمة جدا. الحضارة المصرية يعني ايه الحضارة؟ الحضارة انه شعب يبدأ ينتج مظاهر حضارية. يبقى فيه زراعة، يبقى فيه ملابس، يبقى فيه هدوم، يبقى فيه ادوات للأكل، ادوات للفلاحة، ادوات للصناعات المختلفة، دي مظاهر حضارية. اول ما تظهر عند شعب من الشعوب نقدر نقول ان دي حضارة بالفعل. فاحنا عندنا الحضارة بتاعتنا، يعني مثلا لما نشوف الاثار بتاع نقادة دي 5500 قبل الميلاد.
حضارة البداري 4500 أو 5000 قبل الميلاد وهكذا. أيوة. فأنت على الأقل فيه بداية من التقويم اللي هو مظهر حضاري قوي عندك 7000 سنة. السبعة تلاف سنة دول يبقى انت في الالف السبعة، انت عايش في الالف السبعة، في الالف السبعة، واللغة اللي احنا بنتكلمها في الالف السبعة، اللغة اللي انت بتتكلمها خلال الالف السبعة دي اللي هي من دلوقتي لغاية الف سنة ورا، والكتابات اللي انكتبت بيها يعني الف ليلة وليلة مثلا، دي نسخة مصرية اتكتبت في مصر، وتلاقي الألفاظ العامية واللغة العامية واللغة يعني طريقة المصريين في الكلام غلبة على الأسلوب بتاع ألف ليلة وليلة. كتبت أيام المماليك تقريبا في العصر المملوكي. يعني هي مكتوبة في مصر. مكتوبة في مصر، أيوة، ألف ليلة وليلة. هي بتكلم عن أحداث تانية، يعني أحداث في بلاد الهند والصين، يعني حواديت بالظبط كده. إنما الكاتب اللي حكى والكتب الصياغه بتاعتها هتلاقيه اسلوب مصري صميم، يعني عظيم. وهتلاقي بقى في كتابات ناس كتير جدا زي ابن مماتي وحتى المقريزي، هتلاقي الغالب عليه اللي هم الكتاب المصريين يعني، والدميري، هتلاقي الغالب على كتاباتهم اللغه المصريه. جميل جدا، جميل جدا. يعني لكن احنا طبعا بنقول ان الحرف النبطي ده ابتدى بعد الحرف الهيروغليفي بالاف السنين، يعني اللغه المصريه، احنا بنقول انه اللغه المصريه مرت باربع مراحل رئيسيه. الاقدم المراحل اللي هي مرحله الكتابه الحرف الهيروغليفي، ودي كلمه يونانيه، دي اقدم مرحله. هيروغليفي دي الكلمة المصري يعني باللغة الأصلية بتاعتها اسمها الميدو، ميدو نتر، ميدو نتر، يعني الكتابة المقدسة. وهم قالوها بالإغريقي، اليونانيين ترجموها بالإغريقي هيرو. غليفي برضو يعني مصطلح من كلمتين معناها برضو الكتابة المقدسة، الكتابة المقدسة. عظيم. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية نفس اللغة مع شوية تطور، انكتبت بحرف مبسط شوية اسمه الايه؟ الديموطيقي. برضو اللفظ لفظ يوناني ومعناه الايه؟ الكتابة الشعبية. لكن هي نفس اللغة، ما حصلش تغيير كتير. خلاص؟ خلاص. المرحلة الثالثة اللي هي بتتسمى المرحلة الابتي. البحري هي نفس اللغه، بلهجاتها بقى المختلفه، بس احنا بنتكلم على اللغه يعني، على كلغه. هي كل لغه لها لهجات ولها ويعني لها اقسام يعني ولها لهجات، اكيد طبيعي. ففي الابتي هي برضو نفس اللغه مع شويه تغييرات وشويه تطور والفاظ جديده يوناني دخلت، انما انكتبت بحرف يوناني مع سبع حروف من الديموطيق. انما هي نفس اللغه يعني، يعني المراحل دي كلها مراحل كتابه بحروف مختلفه. انما اللغه نفسها هي زي ما هي، ما حصلش تغيير، فيها. او يعني التغيير الطبيعي، التغيير الطبيعي اللي ما يضيعش ملامح اللغه. لكن هي نفس اللغة المصرية، هي امتداد للغة المصرية. هي نفس اللغة المصرية. يمكن يكون شكل الحروف اتغير، لكن اللغة هي اللغة الأم. شكل الكتابة، ما هو الحرف ده الطريقة اللي أنت بتكتب بيه. طريقة كتابة مش طريقة نطق. مظبوط. ما هو اللغة هي النطق. اللغة هي الحاجة اللي حضرتك بتنطقها. بالظبط. إنما تكتب، يعني أنا كلامنا دلوقتي اللي إحنا بنكتبه، ممكن نكتبه بحرف إنجليزي. بالظبط. ممكن نكتبه بحرف صيني، مش كده؟ بأي حرف تفضل اللغة هي ايه؟ اللغة ما اتغيرتش، انما الحرف اللي اتغير. صحيح. جميل. نيجي بقى لغاية آخر مرحلة، اللي هي المرحلة اللي احنا اللي كتب بيها بقى ايه؟ صلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم
وبديع خيري كتب به السيناريوهات والمسرحيات العظيمه اللي في وجدان الشعب المصري، اللي هي باللغه العاميه او باللغه المصريه زي ما انا بقول. اللغه المصريه. فهي دي اللغه بتنكتب بقى بالحرف الحالي اللي هو الحرف النبطي اللي بين قوسين اللي اسمه الحرف العربي. هي نفس اللغة اللي أنا وحضرتك دلوقتي بنتكلم بيها دلوقتي، ده اللي أنت عايز تقوله. هي نفسها. طيب خليني أقول لك. طب ليه هي نفس؟ عندي سؤال هنا. في فقرة من في فترة من الفترات وأيام الحكم الفاطمي، الحاكم بأمر الشيطان اللي كان بيسمي نفسه حاكم بأمر الله، أصدر فرمان غبي بمنع اللغة المصرية ومنع استعمال اللغة المصرية وحرم على المصريين استعمال اللغة. في الحالة دي الناس كانت بيتكلموا ايه؟ ما كانوا بيتكلموا عربي بقى، ما كانوش بيتكلموا مصري. صح؟ ومنعها من الدواوين تماما. شوف انا بتحفظ على الحكاية دي. طب حول يا ريت قول لنا توضيح له. قول لنا توضيح له من فضلك. انا حتى في مبالغات يقول لك كانوا بيقطعوا لسنة الناس. الحوادث كتير. اللي يتكلموا ايه؟ القصص كتير. لا 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 ما ب... القصص كتير. القصص دي كلها حواديت. انما القصد يعني مفيش توثيق خالص للحواديت دي. عظيم. انا مع حضرتك. واظن ان دي لمؤاخذه حجه البليد. ممكن. يعني ناس ناس ضيعت دينها وضيعت لغتها. فتيجي تقول لهم انتوا ليه ضيعتوا؟ يقول لك اصل كانوا بيقطعوا لساننا. ده كلام ما حصلش. مفيش دليل من يعني دليل موثق من التاريخ على هذا الكلام. كلام جميل. انما اللي حصل ايه؟ ازاي توقفت اللغه القبطيه؟ ازاي توقفت اللغه القبطيه وتحولت للغه اللي احنا بنتكلم فيها حاليا؟ يعني الصوت والكلمات بقى مختلفه. لا، اولا انا بتحفظ على كلمه اللغه القبطيه. هي ماهيش لغه، هي اللغه المصريه. لا طبعا. يعني زي ما بنقول اللغه البوتقيه هي لغه مصريه برضه، الهيروغليفيه مصريه. هي ما توقفتش ولا حاجه، ما هي موجوده في الكنائس والناس بتدرسها وفي معاهد وموجوده، هي ما توقفتش ولا حاجه. انما حصل ان في لغه بتدرس في الكنائس ولغه تانية الناس بتتكلمها. عظيم. اللغه اللي بتتكلم في الكنائس عامله كده زي ما تقول ايه، الفصحى والعاميه. دلوقتي الشغلانه اللي يقول لك الفصحى والعاميه. بقى في تغريب اللغه اللي مستمره في الطقوس والكلام ده بيغلب عليها المصطلحات والحروف اليوناني. جميل. انا ازعم انه لغه الناس في الشارع سواء في العصر القبطي او في العصر الاسلامي او في اي عصر، اللغة لانه احنا وصلت لنا ازاي؟ يعني انا بقعد دلوقتي بشوف اللي احنا بنتكلمه وفي الدراسة بتاعتي اللي في الكتاب ده اللي احنا بنتكلمه ده، وببص بفتح القاموس الهيروغليفي مش القبطي، يعني انا بروح لأقدم مرحلة الاقي نفس الكلام هو. يبقى في النص الكتابات حصل فيه تشويش على ان اللغة متصلة. اللغة متصلة. يعني أنا بنقول عيش. وما فيش في العرب حد يقول عيش. يروح أي دولة عربية يقول لك خبز. خبز. مش كده؟ صح. يقول لك خبز، ما بيقولش عيش. خلاص. وقصة على ذلك حاجات كتير. أبص في القاموس الهيروغليفي ألاقي كلمة عيش يعني خبز. عظيم. إذا بقى ما عدتش على القبطي، ما عدتش على أي مرحلة من المراحل، ده من ذنب بقى اللغة. اللغة مستمرة والناس ملتزمة بيها. ما ده يحولني للسؤال اللي بعد منه أستاذ سامي. أنت شايف إيه الخلط بين اللغة العربية واللغة المصرية؟ إيه موضوع ما هو ده له أسباب. دول أسباب أنا يعني شارحها في الكتاب بالتفصيل، موضوع الخلط ده. ما هو ده اللي أنا عايزك تقوله للناس، للمشاهد. أنا عايز المشاهد يقرأ كتابك من خلال الحوار بيني وبينك. أولاً أنت عشان تقول دي لغة ولا لهجة من نفس اللغة،
نبص على القواعد. يعني ايه الطريقه اللي انا بتكلم بيها والطريقه اللي بيتكلم بيها الصعيدي انا مثلا وانا قاعد في القاهره والطريقه اللي بيتكلم واحد بلدياتنا من سوهاج او بلدياتنا من اسكندريه او من السويس وتفر من اي بلد مكان في مصر هتلاقي فيه لهجه مختلفه. ده صح. انما إن احنا ازاي نقول ان دي كلها لغه واحده؟ ندور على القواعد. اذا كانت القواعد واحده يبقى دي لغه واحده. عظيم. اللهجات تختلف، احنا بنقول بتختلف بسبب اختلاف في التصريف. يعني مش مشكله اللهجه، يعني انا اقول ايوه، انا اقول ايوه، وواحد واحد تاني فلاح يقول ايوه، وواحد اسكندراني يقول ايوه مثلا. ايوه يا جدعان، يعني الكلمه الواحده يعني الكلمه الواحده اتصرفت باكثر من شكل، انما هي نفس الجذر اللغوي واحد. عظيم. فاللي حصل بين المصري والعربي انه القواعد بيننا وبين العربي مختلفه تماما. ما نقدرش نقول انه احنا اللي دخلوا المدارس خلاص دارسين عربي وبنكتب عربي. ايوه. واذا يعني احتاج الموضوع او شغلك، زي مثلا انا محامي فبضطر اكتب المذكرات والصحف باللغه العربيه السليمه. والقاضي بيضطر يكتب الاحكام بتاعته باللغه العربيه السليمه، اللغه العربيه الفصحى. مظبوط. خلاص. لكن لما نيجي نتكلم المحامي والقاضي بيتكلم او يجي القاضي يناقش الخصوم بيتكلم بلغه ثانيه غير الفصحى. بالظبط. ايه بقى اللي يخليني ان دي لغه ثانيه؟ ابص على القواعد الاقيها مختلفه. ازاي بقى؟ دي طبعا محتاجه شرح القواعد. انما ادي لحضرتك مثال واحد، مثال واحد صغير يعني. تقول ايه؟ ذهبت سعاد الى السوق. دي جمله عربيه كامله. ايوه. خلاص؟ حولها مصري. اي مصري او اي مصريه او اي مستوى متعلم مش متعلم في الشارع في المصنع في البيت في المش... ما يقولهاش كده ابدا. مش هيقولها كده، مش هيتكلم بالطريقه دي. صحيح. هتبقى تقيله على لسانه. مش هيقول ذهبت. اولا كلمه ذهب دي ما حدش بيستخدمها من المصريين خالص. حرف الذال ده حرف صعب شويه. لا الكلمه نفسها كلمه ذهب دي ما في حد يقول انا ذاهب الى المدرسه؟ لا. في لا. فهو الجمله نفسها اللي انا قلتها لحضرتك دي تتحول الى ايه؟ سعاد راحت السوق. ايوه. اتغيرت الجمله. ابتدت بسعاد. الجمله الثانيه بتبدا بالفعل اللي هي الجمله الاسميه. الاسميه بتبدا باسم. مش كده؟ وذهبت بقت راحت. نفس الجمله شلنا الفعل اللي هو مش مصري، الفعل العربي اللي تقيل، وجدنا فعل مصري خفيف. صح. اللي هو راح. صح. خلاص؟ حظيم. شلنا حرف الجر، يعني هو ذهبت سعاد الى السوق. احنا شلناه، شلنا حرف الجر الى، وقلنا سعاد راحت السوق على طول. على طول. ليه؟ طب شلنا حرف الجر ليه؟ عشان ما عندناش حروف جر. وعمر ما كان اللغه المصريه فيها حروف جر، حتى لو انكتب. ما هو احنا عندنا مشكله، خواجات ترجموا لنا واساتذه خدوا من الخواجات من غير ما يفكروا. اكيد كعبلوا الدنيا دول. هي يعني في حروف ربط، حروف ربط في اللغه المصريه القديمه. بعض الكتاب في اللغه القديمه يعني بيقولوا عليها حروف جر، هي مش حروف جر، ده مجرد حروف ربط. ليه مش حروف جر؟ حرف الجر في اللغه العربيه بالتحديد له وظيفه محدده. لان هو بيشكل الكلام اللي بعديه. طب انا ما عنديش تشكيل. يعني لا اللغه المصريه القديمه ولا الوسطانيه ولا الحاليه فيها تشكيل. حلو. هنيجي للنقط دي بقى. هنيجي للنقط دي دلوقتي. علشان كده حضرتك بتاكد في كتابك ان اللغويين الكبار لما بيوصفوا اللغه اللي هي بتسمى لغه عاميه او لغه دارجه، النقط او الموازين اللي لو حطوها اللي بتوصف اي لغه انها عاميه او دارجه مش بتنطبق على لغتنا المصريه الحديثه. وعشان كده حضرتك بترفض تسمية اللغة المصرية باللغة العامية. يعني احنا الطبيعي بيننا وبين بعض بنقول لأن فلان احنا بنتكلم بالعامية مش بنتكلم بالفصحى، بنسميها فصحى وعامية. أولاً
اشرح لي حضرتك وجهة نظرك في النقطة اولا دي. حضرتك كلمة عامية دي ايوه ها دي كلمة عيب رقم واحد يعني اهانة. فيها اهانة ليه؟ لانها جاية من مصطلح مصري قديم اللي هو عامه يعني محابيس ارازل حسالة. ففي ناس ترضى تقول على نفسها كده بالطبع. لا وبعدين في شعب يقول على نفسه ان هو يعني ما هو الخواجه لما بيجي يتكلم بيقول يا حبيبي صح ومش عارف يتكلم الحه ولا العين فانت بتتكلم ان هو بيتكلم يعني ما هيش لغته الاصليه. بينطق فهل بشكل الشعب اللي هو من ان ما كانش هو اقدم حضاره يبقى من اقدم الحضارات نعتبر جزافه من هو بس من اقدم الحضارات يرضى لكن هو الشعب اللي اسس اول دوله واقدم لغه يسلم كده ويقول ان لغته ضاعت وخلاص وبالسلامه يمكن عن جهل. ما احنا عايزين نفهمه وعايزين نوعيه. لا ما هو عن جهل وعن في ناس لها مصلحه وعن عمد انها طبعا تعمل القطع ده وعن عمد طبعا في ناس لها عندها مصلحه انه يعني القدماء المصريين دول كانوا ناس ساكنين عندنا وعزلوا يعني هي شقه مفروشه. وعلشان كده بيتعاملوا مع عشان التاريخ. كده استاذ سامي عشان كده استاذ سامي حضرتك كتبت الكتاب ده وعلشان كده احنا هنا في بصمه بنعرض الكتاب ده علشان النقطه دي عشان كل اللي غايب عننا كمصريين والتوهان اللي احنا عايشين فيه نحط صبعنا عليه وننور للناس النور ونعرفهم انتوا مصريين لك الحق ان تفخر بمصريتك وبتاريخك وبهويتك. عشان كده ده اللي احنا بنطرحه من خلال الكتاب والمناقشه اللي حضرتك عملتها دي معانا نعرف الناس ايه الحقيقه. فزي ما قلت هم توهونا وفهمونا ان اللغه بتاعتنا انتهت وفهمونا ان احنا بنتكلم لغه عاميه. فجميل جدا حضرتك توضح النقط ديت علشان المشاهد يعيش معاك واللي غايب عنه يفهم. اتفضل حضرتك. احنا نقول للمصريين انتوا بتتكلموا لغه كامله واللغه الكامله دي لها لهجات زي اي لغه في الدنيا يعني اي لغه فيها لها لهجات. بالمناسبه العرب الفصيح ده ما فيش ولا شعب في العالم بيتكلمه بما فيها الجزيره العربيه عشان بس نبقى واضحين يعني. روح اقعد في السعوديه النهارده وقارن بين اللي الناس بتتكلمه والقرآن هتلاقي لغة تانية مختلفة تماما. والكلام ده قاله الدكتور طه حسين على فكرة قال عن اللغة العربية ان لها ايوه اتفضل. الدكتور طه حسين ده وصفها بأكتر من كده قال ان اللغة العربية دي لغة دينية واللغة اللي بيتكلمها المصريين لغة طبيعية وكل شعب في العالم له عنده لغته الطبيعية ومن الصالح ومن مصلحة الشعب أي شعب يعني إن هو يعبر عن نفسه وعن ثقافته بلغته الطبيعية. مفيش أجمل من الطبيعي طبعا وإلا أي شيء. وإلا يبقى فيه شيزوفرينيا يبقى فيه انقسام في الشخصية الوطنية. طب أصل الناس بتقول لك مفيش انتماء ومفيش هوية. أو من ضمن الحكاية لازم تبحث عن الأصل ده أنت بتغربه عن لغته. بتغربه عن لغته واللغه وعاء الثقافه وبتفترض انها لغه شعب تاني والعكس هو الصحيح جميل ان الناس تفهم الحاجات دي. جميل ان الناس تفهم الحاجات دي. اتفضل. يا ريت. في بقى الجينات اللغويه فهل جيناتنا اللغوية كمصريين مثلا احكي لنا مثلا حرف القاف ايه علاقتنا بيه وايه علاقة الجينات المصرية بحرف القاف ان احنا واخدين موقف منه ليه يعني. موضوع الجينات اللغوية دي في العالم يعني مسألة في دراسات اللغة معروفة انه في جين عند كل انسان اسمه جين الكلام يعني الجين اللي مسؤول عن اللغة بتاعته. عظيم. فكل شعب الجينات مختلفة. اشرح لنا امثلة من فضلك. وبتتطور ما هو امثله يعني مثلا ليه كل ما تقول ارشميدس كل ما تقول شين اليونانيين يقلبوها خاء ارخميدس
يبقى ارخميدس. اشمعنى يعني؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الجين عنده جيناته اللغويه والبيئه بتاعته الى اخره بتتحكم في طريقه معينه تخليه ينطق او ما ينطقش حروف. يعني انا المصري ما ينطقش ما يطلعش لسانه في الحروف اللي بيتقال عليها في اللغه العربيه الحروف البين اسنانيه. مش كده؟ اللي بين الاسنان. وتيجي تقول يقول لك طلع لسانك. فاحنا واحنا في المدرسه طلع لسانك، بتطلع لسانك على قد السؤال بتاع المدرس مضطر. لكن لما هو نفس المدرس نفسه ده يطلع بره المدرسه ما بيطلعش لسانه، بدل ثعلب بيقول لك ثعلب. وبدل ثلاجه يقول ثلاجه. صح، يعقدونا احنا بس في المدارس وبعد كده هم يتصرفوا زي ما هم عايزين. ايوه يعني اذا ما هو ده دليل انها لغه اجنبيه مش لغه وطنيه. بالظبط، لما تبقى على اريحيتك وعلى طبيعتك هتتكلم اللغه المصريه. ايوه، اللغه الاجنبيه هي اللغه اللي ما تتعلمهاش الا في المدرسه. صح، وتعاني فيها في دراستها، مش محتاج حد يعلمك. دي بالفطره بتيجي بالفطره. ده يبقى الاستاذ ومتخصص ودكتور والى اخره في نفس التخصص اللغه العربيه ويغلط. يكتب ويغلط. يعني انت متخصص وقضيت كام وعشرين سنه عشان تدرس وبعد كده برضه يغلط، لانها اولا لغه صعبه جدا بشهاده كبار المتخصصين. دي حقيقة. ايه اللغه اللي 20,000 قاعده دي بيعملوا بها ايه؟ صحيح صحيح، ايه 20,000 دي؟ وبعدين كل ما تكثر القواعد ده دليل انها لغه بدائيه. العكس هو الصحيح، اللغات الحديثه كلها بتختصر القواعد. انا فاكر الدكتور طه حسين في لقاء من اللقاءات كان بيتكلم على باب التفعيل، مفعول به ومفعول لاجله ومفعول فيه، وقال ما كل هذه التفعيلات. فعلا والله احنا عندنا رواد، يعني احمد لطفي السيد من بدايه القرن العشرين وزملائه، يعني عبد العزيز فهمي وتلامذتهم طه حسين وغيره، كانوا بيطالبوا باللغه الطبيعيه وانه المصريين ما يلتزموش بالقواعد بتاعه اللغه العربيه في الكتابه. يعني دي وسيله، طبعا الابحاث في اللغه المصريه ما كانتش متقدمه وقتها، لكن هو فهمهم للغه الطبيعيه للشعوب انه المصري كل ما يتقيدش بقواعد اللغه العربيه ويخليه على طبيعته اللي هي ملتزمه بقواعد اللغه المصريه من غير ما مدرسه ومن غير قاموس ومن غير حاجه. يا ريت والله، دي تبقى ابسط واجمل. يعني كان في مطلب بكده من زمان، والمطلب ده انتج الفن الجميل اللي طلع، اللي يعني على قمته بيرم التونسي. طبعا الشغل بتوع بيرم التونسي، شوف ازاي بيوصل للقلب. بيوصل للقلب فعلا. والشغل بتاع بديع خيري، بديع خيري في المسرحيات والافلام والسيناريوهات. دي حقيقة. طلع الافلام القديمة لما بتشوفها بالسيناريوهات مكتوبة بالكلامنا المصري. حاجة عظيمة جدا، ومفيش تقيد بقواعد اللغة العربية، وإلا كان هيبقى الحاجات كلها دمها تقيل يعني. أنا عندي الصديق طلعت رضوان لما بيكتب لي أي حاجة، يكتب جدا مثلا، بيكتب جيم دال نون، يعني مازال مصر إنه يكتب زي ما بينطق. أيوه دي حقيقة يعني. دي كنا بنضحك عليها في أفلام نجيب الريحاني. إنما الصراحة إنه اللي كان بيضحك عليه نجيب الريحاني ده هو الصح. هو الصح. النون أداة توكيد في المصر القديم. في المراحل القديمة أداة توكيد، خلاص. فما دام التنوين ده من أساس اللغة يبقى ينكتب. وما دام أنت أساسا ما عندكش تشكيل، أيوه، يبقى الصوت كل صوت يطلع. ما هي اللغات الحديثة إيه؟ إنك تكتب زي ما بتنطق. أيوه، بس عشان مخك ما يبذلش مجهود مضاعف من غير سبب. وعشان كده يعني اللغة المصرية يعني لغتنا المصرية ما فيهاش تشكيل ولا تنوين.
صح؟ لا لا لا، اللغة المصرية لغة تحليلية. بمعنى تحليلية بمعنى يعني ايه؟ انه الكلمة، مكان الكلمة هو اللي بيوضح وظيفتها، بمعنى هو اللي بيوضح. يعني تقول ضرب سعد سعيد باللغة كويس. العربية، ضرب سعد سعيد، سعد ده يفضل موجود مكانه. عاوزه فاعل تقول ضرب سعد سعيدة، يبقى صح، عارفين ان سعد هو اللي ضرب، هو الفاعل وسعيد مفعول به. خلاص. عاوز تغير وظيفة الكلمة تقول ايه؟ ضرب سعدا سعيد. شوف ما اتغيرتش، اللي اتغير التشكيل بس. اصبح سعد ده هو المضروب وسعيد هو الضارب. احنا في مصر ما فيش الكلام ده، لا في مصر القديم ولا في مصر الحالي. الكلمة حسب ما هي موجودة. زائد ان احنا ما فيش عندنا الجملة اللي تبدأ بالفعل كده، بالفعل المضارع كده او بالفعل الماضي. ما احنا عندناش نقول سعد ضرب فعل سعيد الامر بس، وخلصت، نقول سعد ضرب سعيد وخلص عاوز الحدود. سعيد هو اللي ينضرب، هتقول سعد ضرب سعيد. عاوز تعكس الحكاية تقول سعيد ضرب سعد. بس مثلا، او سعيد اتضرب من سعد. فعشان كده ما عندناش تشكيل. هنعمل ايه بالتشكيل؟ وبعدين كل الكلام بتسكنه. ما انتش محتاج لا ترفع ولا تنصب ولا تضر ولا حاجه. انت ما انتش ملتزم بالتشكيل ده. مظبوط. فبالتالي لما نرجع بقى لكلام صديقنا طلعت، لما بيقول جدا بيكتب جدا، وانا كمان بكتب كده نفس الحكايه، اقول طبعا وجدا وفعلا وشكرا، بكتب النون. بكتب النون. خلاص، لانها جزء، دي اداه توكيد. اداه توكيد يعني اساسيه في الجمله، وانت فعلا بتلاقيها كده. يعني هو بيقول لك شكرا بياكد الشكر. بس المشكله بقى يا استاذ سامي ان حضرتك ما تقدرش تكتب في المذكرات بتاعتك اللي بترفعها للمحكمه مثلا. لا ماشي، ما انا ملتزم. انا ما احنا عندنا، هي دي الشيزوفرينيا بقى. عندنا نص في الدستور. شوف يا بيه، احنا عندنا نص في الدستور بيقول اللغة العربية هي اللغة الرسمية، على عيني وعلى راسي، وانا ملتزم، واي حد لازم يلتزم في شغله بهذا الكلام. طبعا احنا بنطلب حاجة تانية، انه جنب النص ده يبقى اللغة العربية واللغة المصرية. مظبوط كده، وده مش بدع. الهند كده عندها 5 لغات رسمية. صحيح. اثيوبيا عندها 3 لغات رسمية. سويسرا عندها 3 لغات مصرية. الجارة العدو اللدود، الجارة اللدود اللي جنبنا دي عندها 3 لغات رسمية. تقدر تكتب عبري، تقدر تكتب عربي، وتقدر تكتب انجليزي. صحيح، مفيش اي مشكلة. عندنا هنا في الولايات المتحدة في امريكا في اللغة الاسبانية زيها كتف بكتف مع اللغة الانجليزية. في سويسرا انجليزي. طيب. وانجليزي في سويسرا يعني فرنساوي والماني وايطالي. مش هنخترع، بالعكس انت كده بتسهل على الناس بالفعل. انت كده بتعالج الانقسام والانفصام في الشخصية الوطنية اللي موجود بسبب انفصام وازدواج الثقافة. صحيح. يعني احنا عندك فيه ازدواج في الثقافة، في ثقافتين وفي لغتين. الاتنين موجودين، انما بينهم منافسة وبينهم صراع. احنا مش عاوزين لا منافسة ولا صراع، احنا عاوزين الاتنين يبقوا موجودين. بالظبط. وكل واحدة على عينه وعلى راسنا. بس ايوه، ما هي اللغات نوافذ العالم، ودي المشكلة اللي بتقابلنا بقى اي حد تنويري لما بيطالب باحياء اللغة المصرية. الناس التانيين بياخدوها بشكل تاني وبمنحة تاني، ان انت بتحارب اللغة العربية، واخد بالك، وبيخشوا بقى في كل ما هو ممنوع يعني. فدي احد المشاكل اللي بتواجه التنويريين، ان هم دايما بيحطوا لك انكار المشكلة عار. بالظبط. انكار الحقيقة عار. يعني واحد يبقى عيان او واحد يقول لك انا مش قصير او انا طويل أزعة. يعني هو عايش في وهم. عايش في وهم، صحيح، غير الواقع بتاعه. لا. الشعوب مستقبلها ما يقبلش الكلام ده. وهو ده اللي مضيعنا للاسف. الشعب
لازم القوانين والدساتير تترجم الواقع وتتعامل معاه زي ما هو، ما احنا محتاجين الصحوة دي بقى. وخاصة الواقع بقى مش مهين، ده واقع كله فخر واعتزاز. ده احنا محتاجين انت الصحوة بتوصل كلامك، انت بتوصل كلامك وبتوصل ثقافتك وبتوصل لغتك بأشرف وأعظم ناس على مستوى العالم. ده انت الحضارة المصرية بتدرس في العالم كله، والشعب والعالم كله بيفخر بيها ومش واخدة حقها في بلدها. يعني انت لما توصل اللغة العامية دي بتاع الست اللي قاعدة في الشارع تبيع وتشتري، وتقول لها انت بتتكلمي نفس اللغة اللي الناس اللي بنت الاهرامات وبنت العز اللي احنا عايشين في خير لغاية النهاردة، بتوصل الحاضر بتاعتها وتعلم اولادها في المدارس كده، ده يبني الشخصية ويدعم الشخصية ويعزز الشخصية الوطنية. عظيم عظيم. في لغة جديدة او يعني ابتكرت اسلوب من الاساليب اللي هو كتابة الفرانكو ديت، اللي بقت متداولة النهاردة في الشات وعلى مستوى الميديا والوسائل التواصل الاجتماعي. ايه رأيك في الفكرة دي؟ ما هو ده تكملة اللي احنا كنا بنتكلمه حضرتك. ده شوف بقى، ما انت لو حبست حاجة هتشوف اي منفذ وتخرج منه، هتحاول تنفس من حتة تانية. انت في اي مكان هيتصرف، يعني الشاب والشابة اللي هو ولد لسه صغير او تعليمه على قده او مش متعلم خالص ويادوبك بيعرف يكتب الحروف، وتيجي تقول له انت ما تكتبش الا بالعربية الفصحى. نعم انا يا عم اللي قاعد على النت اهوت وتحت ايد الكيبورد اكتب زي ما يعجبني. فهو الفرانكو ده تعبير عن انه زي ما بتتكلم تكتب. يعني ده التطور الطبيعي. والمفروض برضو وظيفة المؤسسات بدل ما تفضل تتريق، والكتاب اللي هم واخدين على طريقة معينة من الكتابة يتريقوا ويستهيفوا ويبقوا زعلانين قوي من الشباب اللي بيعبر عن نفسه بالطريقة دي، لا، يقف ويراجع نفسه ويعرف ان ده تطور طبيعي وانه ده في الصالح العام مش ضد الصالح العام. صحيح. ان الشاب لما يعبر عن نفسه وزي ما بيتكلم يكتب، ده تقدم وده تطور. صحيح. يعني انا الفرانكو دي وسيلة عبقرية جدا، ده الناس اخترعت حروف وارقام دخلتها جوه الكتابة عشان تعبر عن الحروف، مثلا تعالج حاجة الكيبورد الانجليزي مفهوش مثلا ح مفهوش غين، حلوا مشكلة فعلا، حلوا المشاكل فعلا، المشاكل تصرف عبقري تصرفوا معاها يعني. طيب كان في الاستاذ عبد العزيز فهمي كان اقترح في القرن 20 ان احنا على المجمع اللغة العربية ان هو استخدام الحروف اللاتينية في اللغة في الكتابة. يعني كان في محاولة تانية في لبنان، الشاعر سعيد عقل كان حاول يبتكر حروف جديدة، للأسف المحاولتين دول ما شافوش النور. تفتكر ايه السبب؟ مع ان المفروض ان احنا نحاول يعني نجرب، ايه المشكلة؟ اولا عبد العزيز باشا فهمي ده كان وزير معارف، يعني بتاع تربية وتعليم، يعني بتاع تعليم يعني، ورئيس مجمع اللغة العربية، ومن الناس اللي هندسوا ثورة 19. عظيم. عقلية راجحة يعني، محكمة النقد، عقلية راجحة، ونقيب محامين، ويعني ومفيش جدال يعني على وطنيته يعني، ومن مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين. يعني شخصية عظيمة جدا ومثقفة وحريصة على يعني شديد الإخلاص لبلده ولثقافة بلده. فهو لما اقترح الاقتراح ده، هو صاحب الاقتراح ده على فكرة، هو الناس يعني المشهور ان انه سلامة موسى هو اللي صاحب الاقتراح ده، انما عبد العزيز فهمي هو الاسبق في الاقتراح ده، وقدمه رسميا، عمل اقتراح وقدمه لمجمع اللغه العربيه وما اخذش بيه. طب هو كان قصده ايه بيه؟
كان قصده ايه بالاقتراح ده وليه ما وافقوش عليه؟ ايوه، لانه اصله اللغه العربيه عندها مشاكل كتير جدا، والتطوير بتاع اللغه العربيه محفوف بالمخاطر. ليه؟ اللغه العربيه مرتبطه بالقران الكريم، وده نص مقدس ما تقدرش انت تلعب فيه. صح. يعني لما تيجي تطوره هيجي لك ناس يقول لك الحق ده بيغير في اللغه اللي نزل بيها كلام ربنا، وتخش في جدليه موضوع حساس جدا مفيش حد هيستفيد منها حاجه. صح، مظبوط. فكان الاقتراح ده، وانا على فكره اؤيد، بس انا يعني ان انا اجيب اللاتيني على عبله كده، لا، اللاتيني ما هو فيه عيوب هو كمان. اكيد. الحرف اللاتيني ده فيه عيوب. انما انا اجيب اللاتيني واحط فيه حروف تعبر عن الحروف اللي مش موجوده في اللاتيني، ماشي. يعني دي لها فوائد ولها عيوب، لازم نعالج العيوب عشان خاطر نقدر نطور اللغه بتاعتنا. يعني اذا سلمنا، او اذا الناس سلمت بالكلام اللي انا بقوله انا وغيري، يعني بان اللي احنا بنتكلمه ده كلام مصري، يبقى المرحله رقم 2 لازم ايه؟ نكتبه برضه بحرف مصري. بمعنى ايه؟ بمعنى الحرف اللاتيني ده اصله ايه؟ لما تشوف الدراسات هتلاقي انه الحرف الديموطيقي، اليونانيين خدوا الحرف الديموطيقي واختصروا منه، خدوا من الديموطيقي، وفي حرف تاني اسمه الهيراطيقي، خدوا منهم وعملوا الحرف اللي هو اللاتيني، اتعمل منه الحرف الفينيقي، وبعد كده الحرف الفينيقي اتعمل منه الحرف الاغريقي، والاغريقي بقى لاتيني، واللاتيني بقى انجليزي وفرنساوي واسباني وبرتغالي وروسي الى اخره. بقت اكتر حرف في العالم هو الحرف ده. فانت مفيش حساسيه في القصه دي لما انا اخد الحرف، لان هو في الاساس بتاعي. وانا لما درس كده لاولادي ما يحسوش بان هو بيكتب حرف اجنبي. لما اشرح التطور ده للاولاد في المدارس، خلاص هيبقوا عارفين انهم بيشتغلوا في حاجاتهم. وانه الحاجه دي بتتطور، مش عيب ابدا، وممكن يصح في وقت من الاوقات الحروف دي تتطور بشكل تاني. احنا نمشي مع التطور، مفيش اي مشكله. المهم ان احنا نعبر عن اللي احنا بنقوله باسهل وابسط شكل. يعني الحساسيه الدينيه لحد ما وقفت عائق. الحساسيه الدينيه وقفت عائق قدام عبد العزيز فهمي. لكن ما هو شوف، مش بس الحساسيه الدينيه، السياسه كانت هي العامل الاساسي في فشل التجربتين اللي حضرتك استشهدت بيهم، وانا اتكلمت عنهم في الكتاب. سواء تجربه عبد العزيز فهمي او تجربه سعيد عقل في لبنان، السياسه هنا والسياسه هنا. واللعب بالمشاعر الدينيه واستغلال المشاعر الدينيه هنا وهنا. ازاي بقى؟ كان الملك فؤاد بعد الخلافه العثمانيه ما خلصت، وبدا الملك فؤاد يبداوا يعني بيغزلوا فكره الخلافه. عاوز يبقى خليفة المسلمين بدل الراجل اللي كان في بتاع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية، كويس؟ فما دام تبقى عاوز تبقى خليفة وتروح تغير الحروف، ما ينفعش. الحلم بتاعه يطير. بالظبط. فخلاص فدفن المشروع ده وقال لك لا، احنا محدش يقرب من الحرف العربي. طب وسعيد عقل؟ سعيد عقل نفس الحكايه. سعيد عقل لبنان فيها مشكله طائفيه كبيره جدا، حروب بين المارونيين والطوائف المسيحيه من ناحيه، والدروز والسنه والشيعه. هيصه من ناحيه ثانيه. هيصه كبيره. بس السنه والشيعه واخدين الحرف العربي واللغة العربية والعلاقة مع جامعة الدول العربية. صحيح ان العلاقات يعني الاخوية والجوار والعلاقات الاقتصادية والى اخره مهمة جدا.
صحيح. انما انت بتستثمر الحرب الطائفيه والتناحر الطائفي والمعارك الطائفيه بتاعتك مع خصمك، خصمك متعلم وانت نفسك. ويعني لما تروح لبنان، يعني التجربه دي كانت تنجح في لبنان اكتر من مصر، لان هو اللبنانيين بطبيعتهم التعليم بتاعهم فرنساوي، وتمشي في الشارع تلاقي نص الكلام فرنساوي. ده حقيقي، ده حقيقي. والكتابه الشركات كلها بتكتب انجليزي وفرنساوي. ايوه، اللغات الاوروبيه منتشره. فيعني مساله انه الحرف اللاتيني كان تنجح التجربه هناك، انما الحروب الطائفيه هي اللي منعت تجربه سعيد عقل. أعتقد والحلم بتاع الخلافه عندنا منع عبد العزيز باشا فهمي مشروعه، يعني انهاه. اعتقد كمان اتاتورك يا استاذ سامي، كمان اتاتورك اعتقد عمل التجربه دي في تركيا، لما طبعًا منع الحروف العربيه وبستبدلها بالحروف اللاتينيه. اول حاجه عملها عشان يعزز الهويه الوطنيه، ما دي ناس فاهمه يعني ايه هويه. واضح ان كده اتاتورك كان فاهم يعني ايه هويه. اول حاجه لانه اللغه دي بوابه الهويه بالظبط، سواء في الكلام اللغه او في الكتابه طبعا. يعني كل ما تكون الكتابه كل ما تكون اللغه بكل مفرداتها ومكوناتها الرموز بتاعتها وطنيه، ده بيعزز الهويه الوطنيه في اي مجتمع، يعني بكل في اي تاكيد بلد. بكل تاكيد. حضرتك اكدت في كتابك ان اول كلمه مكتوبه في الوجود بدات في مصر، وان اجدادنا نحتوا حروف الكتابه المصريه من الطبيعه. معلومتين مهمين جدا. المعلومه الاولانيه ان هي اول حروف للكتابه طلعت من مصر، عايزك تقول لي ما دليلك على هذا، عشان احنا مش عايزين نتكلم كلام على سجيته ولا باحساس عاطفي وكلام زي كده. النقطة الثانية، فسر لي يعني ايه ان هم نحتوا الحروف من الطبيعة. محتاج الإجابة على السؤالين دول. بالجزء بالجزء الأخير ده، لأن الجزء الأخير هو اللي فسر الأولاني. حلو جدا، نبتدي. المصري زي ما بدأ الزراعة وبدأ التقويم، والتقويم أصله محتاج تسجيل، يعني أنا يعني وقت ما بدأ الكتابة ما بدأ التقويم لازم يكون كان يعرف الكتابة كويس. كن بقى في آثار أو ما فيش آثار، يعني أنت في قرينة بتستدل منها على حاجة. إنما طيب، هو المصري بقى لما جه يعبر عن نفسه بص على الطبيعة اللي حواليه، وبدأ يعبر عن ال 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 يعبر عن 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 كلامه من الطبيعه. بمعنى ايه؟ انت كان في حاجه موجوده دلوقتي اسمها طائر العقاب، ده نسر، نوع من النسور، او يعني بين نوع من انواع النسور. بين النسر والصقر العقاب. العقاب العقاب ده كان واضح انه وقتها كان كتير جدا، هو دلوقتي موجود بس نادر. انما الطائر ده بيجي قدام مثلا مزرعه او الاماكن اللي فيها طيور، ويقف كده في السماء يعمل صوت ايه؟ ده صوته، وصوت مميز. فعشان كده المصري لما جه يكتب حرف الالف او الايه رسم العقاب، عملها ايه؟ شكل العقاب، عبر عنها بانه يرسم نفس الطائر. يعني انا لو مع حضرتك دلوقتي كنت ارسمها لك على السبوره توضح. مع حضرتك انا ماشي معاك. نفس الطائر. لما ترسم نفس الطائر ده، شوف حرف ايه اللي في الانجليزي بالظبط، اكتبه كابيتال وسمول، وبص على السمول كده، الانحناءات بتاعته هي عباره ايه؟ عن طائر برضه. جميل. الايه كويس، لانه ده دليل انه الايه اللاتيني
متطورة عن طائر العقاب المصري اللي مكتوب بالحرف الهيروغليفي. جميل. يبقى إذن المصري كان بياخد دلائل لما يجي يكتب مثلا حرف النون. هو عنده في الأساطير بتاعته أو في الحكايات الدينية بتاعته إن الكون بدأ بحاجة اسمها المحيط الأزلي، والمحيط الأزلي ده اسمه نون. خلاص؟ فهو عشان يعبر عن حرف النون ده راح عامل شكل المحيط الأزلي ده اللي هو عبارة عن إيه؟ زجزاج المية. ست زجزاجات كده اللي هو أنا حرف النون. عظيم. فبقى ياخد يعني ده المثال اللي هو بياخد من الطبيعة ويرسم عشان تبقى واضحة وما تاخدش مجهود لا من اللي بيكتب ولا من اللي يقرأ أو لما تيجي تعلمها لحد. جميل جميل جدا. خلاص. طيب إذا ما دام المصري خد من الطبيعة وبيكتب، يبقى هو الأول حروف في الوجود. ليه؟ لأنه دايما الحاجة بتبدأ بصورة الخام، ولما تختصرها أو تختزلها، يعني احنا اختزلنا حرف صورة العقاب اللي هو الطائر يعني إلى الصورة اللي بقت موجودة في الإيلكس مول. وحرف الزجزاج النون دي بدل ما هم ست إن كده خدت واحدة منهم بس كده وعملت الإن الإنجليزي، وفي النبطي خدها وعمل منها النون النبطي اللي هي العربي دلوقتي. عظيم. كويس. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن أنت المادة الخام، والمادة الخام بقى بتتصنع وبيتاخد منها حاجات. أو الجذر بيتاخد منه تصريفات. جميل. فالتصريف عمره ما يبقى هو الأصل. لا طبعا. انما الجدر هو الاصل. الجدر اللي متاخد من ماده طبيعي هو الماده الاصل. انما بقى الاجابه بقى على كلام حضرتك بقى الاولاني، اول كلمه في الوجود كان بيعبر عن الكائن المقدس بالرايه. العلم او الرايه. عندنا 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 كلمه او كلمتين يعتبروا هم اول كلام في الوجود اتكتب، اللي هو حرف النتر، كلمة متر عرفنا بعد كده ان اسمها نتر. اللي هي عبارة عن ايه؟ عن راية، شكل علم كده. عشان يقول ايه؟ يرمز ليه لأي حاجة مقدسة. جميل. والضوء اللي منها كلمة الضي يعني. ايوه. اللي هي ايه؟ صورة نجمة. صورة نجمة. فدي حاجات موجودة في الطبيعي، في الطبيعة. عبر عنها. طيب شوفنا الكلام ده فين. احنا عندنا نقوش المتحف المصري او المتاحف في العالم كله، عندنا اثار من حاجة اسمها ما قبل الاسرات. صحيح. ولو حضرتك داخل المتحف المصري على طول في وشك اول ما تخش من الباب كده هتلاقي فيه ترابيزات معروضة انها ايه؟ النقوش والاختام اللي موجودة من فترات ما قبل الأسرات، يعني اللي قبل مينا. واحد القطرين. قبل الأسرات اللي قبل مينا. هتلاقي بقى الحروف اللي هي في الشكل الطبيعي دي، اللي هو الحرف يمثل كلمة كاملة. ما هو الكتابة بدأت في مصر، وعشان نقول إن هي مصر اللي عملت الكتابة، لأن كل أشكال التطور ظهر في مصر. يعني الحرف بيمثل مادة خام طبيعية كاملة. يبقى بدأت في مصر. وبعدين الكتابة بدأت على مرحلتين. مرحلة الحرف يدي كلمة كاملة، يعني ترسم شمس وتقول رع، ترسم شمس وتقول رع. يا مراع كلمتين حرفين. أيوه. مش كده؟ مزبوط. لا، كان في المرحلة القديمة وضوء نجمة. حرف واحد اهو، انما ضوء يعني ثلاث حروف. لو انت عاوز تكتبها ثلاث حروف. ففي مرحلة كانت اللغة بيعبر عنها بشكل واحد للكلمة كلها. عظيم. قوم في مرحلة بقى بعد كده بدأ يكتب الكلام كله يعبر عن صوت الكلمة كاملة. انما المصري القديم
حافظ على المرحلتين. بمعنى ايه؟ يكتب رع ره اللي هو البق او الفم يعني بالعربي بق، وعين اللي هي الدراع، هذا حرفين هم رع خلاص، عشان يقول لك انه انا بتكلم عن رع اللي هو الشمس، يروح راسم جنبيه دايره كده علامه الشمس. طيب راعي ده كائن مقدس او الهي زي ما بيقولوا، ولو ان انا بتحفظ على كلمه اله دي، او ناس كتير برضو كتاب بيتحفظوا على كلمه اله في ترجمه كلمه نتر. فيكتب نفس الكلمه رع، عاوز يقول معناها بيتكلم عن الكائن المقدس، يروح راسم انسان بهيئة الكائن المقدس، في مخصص كده بهيئة الكائن المقدس وهكذا. يعني أصبح التطور الكتابة في مصر القديمة جمع الايه المرحلتين. جميل. مرحلة الكلمة الواحدة، الحرف الواحد اللي بيعبر عن كلمة كاملة، ومرحلة تانية فيها الحروف، والحرف الواحد القديم ده عمله مخصص عشان يحدد معنى الكلمة. عظيم. طيب انا عندي مجموعه كتب هنا لمفكرين كبار، هقول لك اسمائهم وحضرتك تقول لي ايه الرساله اللي كانت في كل كتاب من الكتب دي. عندي مناهج الالباب المصريه لرفاعه الطهطاوي، عندي اصول المساله المصريه لصبحي وحيده، عندي سندباد مصري حسين فوزي، عندي حاضر الثقافة المصرية، حاضر الثقافة في مصر بيومي أنديل، مع احترامنا طبعا لكل الهامات دي والقامات ديت. الكتب ديت كانت بتتكلم في صميم الموضوعات دي والهوية المصرية. عايزك تقول لي كل كتاب من دولت وكل مفكر من دولت كان يقصد ايه بكتابه ده، او رسالته كانت ايه من خلال هذا الكتاب. هو حضرتك اللي يجمع بين الكتب دي كلها انها الكتب دي في موقع الريادة. عظيم. مصر كانت طالعه من فتره كئيبه جدا اللي هي فتره الاحتلال العثماني، ومفيش اعتراف لا بثقافه ولا بهويه ولا بكيان للمصريين. يعني اكتر فتره مظلمه وازعجت الكيان الوطني المصري هي فتره الاحتلال العثماني بالتحديد، طبعا فترة كئيبة من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعني كانت فترة يعني مظلمة سيئة جدا، وما كانش حد بيجرؤ بيتكلم عن المصريين كشيء مستقل او كشيء كان موجود في الازل، منذ الازل، يعني من الازل قبل الكائنات دي كلها ما تبقى موجودة. فكتاب رفاعة الطهطاوي الاحساس، هنلاقي لأول مرة الإحساس بكيان مصري مستقل. عظيم. في كتاب مباهج الألباب المصرية، الكتاب فعلا ينعش الألباب، العقول المصرية، وبيحسسها بكيانها، وبيحسسها يعني تباشير ملامح الهويه المصريه. عظيم. قد ايه احنا محتاجين الناس دي دلوقتي؟ كتاب يعني الراجل ده كان رائد وكان مستنير جدا، وله دور كبير قوي في حركه التنوير اللي حصلت في مصر. عظيم. الكتاب الثاني اللي حضرتك بتشير اليه بتاع صبح وحيده اصول المساله المصريه، ده ظهر في وقت او بيترجم الوقت اللي كانت مصر عايشه فيه، باللي نقدر نقول عليه الفترة الليبرالية، يعني فترة العز والازدهار اللي مصر فيها كان اقتصادها بينافس اقتصاد الدولة اللي كانت بتحتلنا، مستعمرة، والصناعة فيها كانت مزدهرة جدا، ومصر كانت بتصدر للعالم صناعات كتيرة قوي، والأصواف المصرية والقماش المصري
العطور المصرية والإزاز المصري والقطن المصري ولا آخر. والقطن طبعا المصري والصوف كمان المصري بالفعل كان مشهور في أوروبا ومشهور في العالم كله. دليل انه كانت الصناعة يعني متقدمة. صبحي وحيد وحيدة ترجم الايام العز دي وبدأ يقول بقى صراحة انه ليه المصريين لازم يبقوا مميزين ولازم انه حاجتهم تبقى احسن حاجة. وبدأ يربط التاريخ المصري بقى ويمر على الفترات اللي حصل فيها انتكاسة لحال المصريين مع رابط. الرابط ده بقى بيظهر بعد كده بشكل واضح وفي كتاب سندباد مصري، والكتاب ده يعني اول كتاب اثر فيا تقريبا الراحل العظيم حسين فوزي. كتاب سندباد مصري بيلخص لك انه المصري هو وبيدي لك نماذج من ايام الاسرات المختلفة ومع اليونانيين ان المصريين برضو محافظين على هويتهم. ونفس الحكاية مع الرومان، كان في مقاومة، كان في حرب شرسة على فكرة قدام أيام العصر الروماني. يعني الاحتلال العثماني كان سيء جدا جدا جدا، الاحتلال الروماني كان سيء، أي احتلال طبعا سيء طبيعي بنسب متفاوتة. الاحتلال الروماني كان برضو سيء لأنه أول بداية الهجوم الصريح والمباشر على الهوية المصرية بدأ في أيام الاحتلال الروماني. وحكاية انه منع الكتابة مش اللغة، ما احنا عشان خاطر ما نغلطش نفس الغلطة بتاعت الناس اللي حضرتك اتكلمت عنهم انه الفاطميين منعوا وكانوا بيقطعوا لسنة الناس ومش عارف ايه، لا، الحكاية كانت كلها في الدواوين بس. ونفس الحكاية الرومان عملوا نفس الكلام واتلغت الكتابة بالهيروغليفي والديموطيقي اللي هي الكتابة الوطنية، الحروف الوطنية دي اتلغى الكتابة بيها أول حاجة أيام العصر الروماني. وبدأ في مكتبة اسكندرية يبقى فيه كتبة تابعين للسلطة الرومانية تشوه وتغير التاريخ المصري. يعني أيام الرومان أول حروب مباشرة ضد الهوية المصرية. ده اللي عمله سندباد مصري، انه بين انه رغم كل المشاكل والاحتلالات والانتكاسات اللي حصلت السياسية والعسكرية، الا انه المصريين فضلوا متواصلين في ضميرهم في اخلاقهم في عاداتهم في صناعاتهم توارثوها. يعني عمل شكل قدم صورة ايجابية، يعني قدم لنا صورة ايجابية، قال انه مصر دي، يعني هو كتاب سندباد مصري بالتحديد بيحارب الكذبة اللي بتقول انه المصريين دول كانوا حاجة، كانوا ناس هنا وعزلوا. لا، اول واحد يتكلم بصراحة وفي سلاسة كتبها انه لا 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 لا، الشعب المصري هو موجود مع كل الاحتلالات دي، وفضل مصر وفضلت مصر حمل قيمها وحمل ثقافتها وحمل عزين. اللي احنا بقى بنقوله دلوقتي، وحمل اللغة بتاعتها كاملة الى الان. وده بقى ايه نوع يوصلنا الكتاب صديقي الراحل العظيم بيومي أندير كتاب حاضر الثقافة في مصر. ده الكتاب اللي حط بذور الكتاب اللي انا عملته. يعني بيومي أنديل اتكلم عن انه اللغة اللي احنا بنتكلمها هو اللي قالها بقى صراحة لغة مصرية كاملة من حيث القواعد والالفاظ. انما يمكن الوقت ما اسعفوش انه هو يعني شرح بعض القواعد، شرح حوالي 8 قواعد في كتابه. الثمان قواعد دول برضو مع الشرح بتاعهم يعتبروا بذرة لكل اللي كتب بعد كده، سواء عبد العزيز جمال الدين او عصام استاتي او انا او غيرنا. اللي كتب في الموضوع ده كله
البذره بتاع الموضوع ده صراحه هو الكتاب الرائد بيومي أندية، حضر الثقافه في مصر البيومي أندية. افتقدناه كثيرا الراجل ده الحقيقه، افتقدناه فعلا. طبعا كان شخصيه عظيمه جدا وشخصيه وطنيه ممتازه يعني. في صفحه 34 من كتابك بنتكلم مصري، حضرتك سألت سؤال وطرحت وحطيت الإجابة عليه في أربع نقط محددة، عايز أسمع منك الأربع نقط المحددة ديت، بسمعهم للمشاهد بتاعي بدل ما يقرأ الكتاب، هو هيسمع السؤال ويشوف الإجابة من خلال حضرتك. بتقول إن المصريين ما بيتكلموش عربي كويس، ده سؤال. ليه المصريين ما بيتكلموش عربي كويس؟ حضرتك أجاوبت على السؤال ده في أربع نقط تحديدا، عايز اعرفهم منك تحديدا. أيوة فندم. عشان اكمل الجزء الثاني ببساطه انا ما بتكلمش عربي كويس، يعني انا بعرف اتكلم عربي كويس، وبعرف عربي عشان انا درست ده وبشتغل بيه كويس، انما انا في حياتي وفي كلامي دلوقتي مع حضرتك وفي حياتي العاديه انا ما بتكلمش مصري. ايوه ما بتكلمش عربي، بتكلم مصري. السبب ايه؟ واحد، لاني مش عربي. انت مصري مش عربي. هذا رقم يعني. طبعا حلو، هذا اول بديهيه يعني. جود، هو انت تيجي تتكلم، انت واحد مصري وقاعد هنا بقاله الاف السنين وعاوز يتكلم لغه تانية وينسى لغته، هل ده سؤال مش منطقي؟ يعني مش منطقي خالص، طبيعي؟ لا، ده ضد المنطق. فالسبب الاولاني لانه المصريين ما بيتكلموش عربي لانهم مش عرب. كويس، ده نمبر 1. السبب الثاني، السبب الثاني لان جينات كلام المصريين، زي بنكمل نفس اللي احنا قلناه قبل كده، جينات كلام المصريين مختلفه عن جينات كلام العرب. عظيم. ودينا مثال حكايه الحروف الاسنانيه دي، الاسنانيه والقاف وغيره. ودينا مثال انه ليه بنغير الجمله الفعليه بنخليها جمله اسميه. النقطه الثالثه، السبب الثالث لانه كل شعب له حاجه اسمها اللغه الام. اللغه الام دي اللي انت تحلم بيها، اللي انت بتتخانق بيها. انت حضرتك في المقدمه الجميله بتاعت حضرتك يعني اشرت للحكايه دي، انه اللي تضحك بيها تتخانق بيها اللي بتحب من بيها غير تفكير بتتكلمه، يبقى هو ده لغتك الام. ايوه، اللغه الام دي نسبة للأم. ليه؟ لأنها بتتشكل في الخمس ست سنين أو الأربع خمس سنين الأولانيين من عمر أي إنسان، وامتداد طبيعي للأم. وطبعا العامل المؤثر رقم واحد الطبيعي هي الأم، هي اللي بتشكل لغة ابنها. السبب الرابع بقى، لأنه يعني لما المصريين مصريين مش عرب وجيناتهم جينات كلام مصري ولغتهم الام هي اللغه المصري، وكمان موجودين في نفس البيئه الحضنه. السبب الرابع لانهم موجودين في نفس البيئه الحضنه وطنهم، هي تخلي الجينات ما يحصلش فيها تغيير. ما هو انت ممكن نفس التربه هي ولد هي. مصري ممكن ولد مصري حضرتك عايش في امريكا دلوقتي، ايوه، ويجي ابنك مثلا دخلته مدرسه امريكي وعاش في امريكا خلاص، فيبدا المسائل تختلف. فممكن العوايد اللغويه بتاعته الحضنه مختلفه، يعني مش هتتاثر. الجينات هو جيناته مصريه، جينات كلام طبعا مصري طبعا هيفضل محتفظ، انما الوجود تغيير البيئه هيغير شويه الى حد ما ويفضل لكنه. يعني مزبوط. اللي عايش في امريكا دلوقتي يقدر يعرف كده، اللي بيتكلم قدامه يقول لك بيتكلم ده هندي من غير ما يشوفه. لانه في لكنه. صحيح. اللكنه دي اللي بيحددها الجينات بتاعته. فدول الاربع اسباب. كلام جميل. انهم مش عرب، ان جيناتهم جينات كلامهم مصري ولغتهم الام مصري وفي نفس البيئه الحاضنه للجين المصري. استاذ سامي، طب ما دلوقتي لو اي مشاهد هيقول لحضرتك، طب ما انت بتقول الكلام ده ازاي؟ ما انت بتتكلم عربي اهو، ما انت بتكتب عربي اهو، او بيقول وجيرانك اللي حواليك ممكن يفهموك وانت بتتكلم، يعني بيشوفوا الافلام بتاعتنا والاغاني بتاعتنا بيفهموها ويستوعبوها.
وانت لما بتكتب بتكتب عربي، ايه ردك على الناس دي؟ الاول من الاخر حكايه ان انا بكتب بالحرف العربي، احنا قلنا انه الحرف حاجه واللغه حاجه تانية. يبقى ايا كان الحرف اللي بكتب بيه دي مساله سياسيه ومساله يعني اجتماعيه، فاحنا ملتزمين وما يحصلش تصادم ولا يحصل مشاكل، واحنا بنستخدم حرف معين مفيش مشكله، لكن اللغه بتاعتنا عمرها ما اتغيرت واللي احنا بنتكلمه مصري. نيجي بقى لحته انه فعلا في شبه، في شبه، والشبه ده انا شرحه في الكتاب في اكتر من سبب. يعني في اسباب كتيرة، اسباب تاريخية، معظمها اسباب تاريخية بتفسر انه ازاي المنطقة كلها بتتكلم كلام شبه بعضه، وده عكس ما الناس فاهمة، لانه المنطقة كلها بتتكلم كلام شبه بعضه من قبل حتى ما يظهر العرب. يعني ده اللي لازم الناس تفهمه، انه اللي بيننا المصري مثلا والامازيغي تشابه كبير جدا. فالمصري موجود من الاف السنين والامازيغي موجود من الاف السنين، اكيد هنشوف في قواعد متشابهه بينهم وبين بعض. نفس الحكايه لما نيجي نتكلم على الفينيقي هنلاقي برضو في ايه السبب بقى الاساسي ده، انه مصر اثرت في المنطقه كلها وانتشرت لغتها في المنطقه كلها واثرت في اللغات بما فيها العربي نفسه. استاذ سامي، ادي انا سعيد بوجود حضرتك معانا من خلال الحلقه ديت، واحنا محتاجين النماذج الطيبه اللي زي حضرتك ديت، الناس التنويريين اللي البلد محتاجه فعلا تسترد حضارتها وتسترد هويتها وقوميتها الجديده. فحضرتك من خلال عمليه التنوير، من خلال كتابه الكتب، من خلال الندوات، من خلال الابحاث، ده شيء جميل، لكن الاجمل من كده هو نزولك للعمل الميداني. وحضرتك كان ليك تجربة، في العمل الميداني تحديدا مع علشان نشر مادة الدراسات الهوية المصرية، وعملتها مع مشروع أنا المصري. حتى الاسم جميل، أنا المصري، والهدف من الموضوع دراسات الهوية المصرية كلها شيء تدعو للبهجة وللفرحة وللاعتزاز بقوميتنا. عايزك تشرح لي أو تشرح للمشاهد التجربة الميدانية ديت كانت ايه وازاي التجربه دي تمت. اتفضل يا فندم. برعايه المبادره اللي هي انا مصري. المبادره دي اشرفت على عمل الدوره، وفوجئنا بالاقبال الشديد من الشباب. اقبال شديد من الشباب. اقبال كبير جدا من الشباب. المبادرة يعني اللي هي دراسات الهوية المصرية من خلال الأعياد، بنشرح الأعياد القديمة وإيه اللي منها موجود في الأعياد الجديدة وإزاي نستثمرها، من خلال التقويم، حكاية التقويم وشهوره ومقارنته بالتقاويم المختلفة في العالم، وإيه التقويم اللي واخدة زي التقويم القبطي والإثيوبي والعبري، ويعني متأثرة تأثير مباشر بالإضافة للتأثير غير المباشر بالنسبة للتقويم الميلادي وغيره. فيه مادة العمارة المصرية، الله، ملامح العمارة المصرية وازاي نبقى ملتزمين بالملامح دي في العمارة بتاعتنا الجديدة. دعوة جميلة. فيه مادة تانية او قسم تاني يعني في نفس الكورس عن الازياء برضو بنفس الطريقة. الازياء المصرية وايه التيمات اللي متصلة واللي نعملها، زي موضوع الكولا. الكولا اللي هي لما تخش متحف كده فتلاحظ ان الحاجة الوحيدة المشترك. الكبير والصغير والراجل والست وكل الاشكال كانوا بيحطوا الكولا دي. اللي هي كولة البابيت. سمع مصرية. كان في برضه
علامه من العلامات بالظبط كده. اكتر اكتر حاجه تقول لك ان ده مصري بالظبط كده بالظبط كده، ده اللي احنا بننادي بيه النهارده الشارع المصري. انا اسف على المقاطعه، لما تبص فيه بتشوف خليط من الازياء والالوان والحاجات ليس لها علاقه بمصر خالص، كلها مصر استقلال. اوعى اوعى ترمي الذنب على الناس. طب ارمي على مين؟ طيب ما ذنبهاش حاجه. طب امال مين بس؟ الانسان المصري ملتزم جدا. يعني ممكن تلاقي هنا لا مؤاخذه يعني بيتف في الشارع وبيرمي زباله وبيتصرف تصرفات، هو نفسه الانسان ده لما بيروح في مجتمع عنده قانون منضبط بيلتزم ويبقى تمام. فالحاجات دي شغلانه الدوله، دي شغلانه وزاره الثقافه، دي شغلانه وزاره التخطيط. اذا كانت بتخطط ازاي المصريين يبقوا ملتزمين بهويتهم، يعني وزاره التخطيط كمان قبل وزاره الثقافه. يعني احنا بنرمي اللوم هنا على الحكومه تحديدا، على بالظبط كده على الحكام بشكل عام. التأثير اللي موجود تأثير حكومي، تأثير حكومي جميل. كويس. فالكورس كان فيه موسيقى وكان فيه يعني وطبعا بالإضافة للغة. الكورس كان فيه 8 مواد بيمثلوا مادة دراسات الهوية المصرية، واللي أنا يعني بتمنى إنه المادة دي بالمواد اللي جواها يبقى تنتقل أو تتنقل للجامعة وتتنقل للمدارس وتبقى مادة دراسية أساسية. نتمنى ذلك. دي المادة أصل في مادة هزيلة اسمها التربية الوطنية. تخش جواها لا تلاقي تربية ولا تلاقي وطنية ولا تلاقي حاجة، دي دعاية سياسية للنظام اللي موجود بالظبط، وبالتالي دي ملهاش علاقة بالتربية الوطنية خالص. لا أنا بضم صوتي لصوت حضرتك، وفعلا من الضرورة من ابتدائي مش في الجامعة بس، مادة الهوية المصرية دي والإيجيبتولوجي بشكل عام لازم تدرس لأولادنا ولشبابنا من نعومة أظافرهم، لازم يشربوا حب مصر، دي حاجة مهمة جدا جدا. وزي ما قلت حضرتك من خلال الموسيقى المصرية ومن خلال العمارة المصرية، من خلال الملابس المصرية والإكسسوار المصري والفنون المصرية، من خلال يعني كل اللغة المصرية، كل حاجة، الأساس المصري. فنتمنى أن الصوت ده يوصل للمسؤولين والحاجة دي تتفعل فعلا. بأحييك على هذا الطرح يعني. الله يخليك. في هنا صفحة 36 أستاذ سامي من الكتاب. أيوة. حضرتك سجلت رأي شجاع تحت عنوان قوة الحقيقة. قوة الحقيقة. الحقيقة أنا وقفت قدام الفقرة دي في كتابك وكان لازم يعني أدي لك التحية، عشان كده اسمح لي أقول اللي أنت قايله للمشاهدين عشان يشاركونا الكلام ده. بتقول حضرتك مفيش قدامنا لمواجهة المصريين بأقوى من سلاح قوة الحقيقة. الحقيقة ممكن تعمل صدمة لكن مفيش مفر منها، ومفيش أمل في عودة الروح المصرية إلا بالمواجهة الصريحة مع الحقيقة. عهود طويلة عدت على الشعب المصري وهو عايش مع كذب وتزوير، قالوا علينا عرب والحقيقة ان احنا مصريين مش عرب، قالوا علينا بنتكلم عربي والحقيقة ان احنا بنتكلم مصري. في جزئية تانية برضو حضرتك قلتها، بتقول اقدم شعب واقدم دولة واقدم حضارة واقدم لغة، تلتين اثار العالم هنا في البلد دي في مصر، كل ده ننساه وينسبونا وننسب نفسنا لشعب تاني واللغة تانية. يعني أنا بحييك جدا وعلى رأي الراحل صلاح جاهين، وعجبي وعجبي لما يكون كل ده عندنا وإحنا بنتمحك أو في حاجات تانية يعني شيء يعني هي على, هي على هي رأي صلاح جاهين وعجبي. للأسف هي صدمة، إنما صدمة ضرورية جدا. ويعني والألم اللي بيجي من الصدمة دي ألم مبرر، وزي الألم اللي لازم نتحمله ويتحمله المريض وهو داخل مثلا يعمل عملية جراحية، ما هو مش هيشفى غير لما يعني يدوق الألم الحقيقة. والتجربة بتاعتي أنا يعني حاولت أنقلها وبنقلها بكل أمانة وبنقلها وحريص
ان مفيش حد يعني انا يعني مش ممكن اخبي معلومه او بحث انا شايف فيه الصالح العام عن اهلي وعن بلدي اللي بالتاكيد انا بحبهم وانا منتمي ليهم، ويهمني جدا الصالح العام لاهل بلدي. واحنا كمان بنحبك وبنحييك وبنشكرك. انا عن نفسي وعلى المستوى الشخصي سعيد جدا بلقائي مع حضرتك، وسعيد قوي لما بلاقي نماذج حلوه كده محبه لوطنها وبتبحث على هويتها المصريه. بشكرك جدا جدا، واسمح لي يعني احييك واسقف لك، وعايز اقول لك ان انا جايب دي مخصوص علشان ارفع لك القبعه عزيزي، برفع لك القبعه ألف. تحيه وتقدير. بشكرك جدا. وقبل ألف. ما انهي حواري، سؤال صغير كده، انت شايف اللغه العربيه اللغه المصريه بتاعتنا تطورت ولا تدهورت؟ لا، اذا بتتكلم على اللغه المصري اللي بيتقال عليها العاميه، لا اللغه المصريه مع الاعتذار طبعا، اللغه المصريه، اللغه المصريه او اللغه المصري لغه متماسكه ما اتدهورتش، عظيم. رغم ان هي ماشيه بطولها، لا في رعايه ولا في حمايه ولا في تدريس لها ولا في قسم في اي جامعه ولا اي معهد ولا اي مدرسه، ودي حاجه عجيبه جدا. لان مش معترف بيها لغه يا سيدي، الناس بتتكلمها، ما هو مش ايوه، ما هو بيهنها وبالتالي بيهملها. ورغم الاهمال ده، ورغم الاهمال ده، القوه بتاعت اللغه طورت نفسها في الشارع، بقت شديده التركيز وشديده الاقتصاد. ودي من علامات، لما تيجي تدرس اللغات الحديثه في العالم كله هتلاقي في ملامح معينه لقوه وتحديث اللغه. الاهم ملمح فيها انه القواعد بتاعتها تبقى في الحد الادنى. وانا لما عصرت نفسي وانا بعمل الكتاب ده ما طلعتش اكتر من 224 قاعده، وبعد الكتاب ما اتطبع يعني طلعت كمان قاعدتين ثلاثه. انما في الاخر يعني تكاد تكون، شوف، من غير رعايه ومن غير دعم ومن غير يعني اعتراف، وسايبينها بيتعاملوا معاها زي اللقيط والابن اللي مش الغير الشرعي. بالرغم من كده بتطور نفسها وبتطور القواعد بتاعتها وصمدة، الجذور اللغوية بتاعتها موجودة مهما آلاف وعشرات آلاف الألفاظ الجديدة اللي بتعمل عليها. إنما المصري بياخد كل الألفاظ الجديدة دي وبيصرفها بطريقته وعلى حسب قواعده اللي هو جايبها من آلاف السنين. يبقى اللغة المصرية ما اتدهورتش، اللغة المصرية منورة وبتتطور، وكل ما لمصلحة الناس ولمصلحة الثقافة بتاعت الناس عظيم، انه يعترفوا بيها بس، مش أمين. اكتر، مش أمين. محتاجين غير الاعتراف. نتهشم ذلك. بنشكرك على هذا الجهد الطيب، وبنقدم لك الحب والتقدير على هذا العمل الجيد، وبنقول لك جاهد، ومطلوب منك المزيد والمزيد، حضرتك وكل زملائك التنويريين المحبين والعاشقين لمصر. بناخد وعد من حضرتك بلقاء آخر إن شاء الله، عشان نستكمل جزء مهم جدا، نستكمل جزء مهم جدا في كتاب حضرتك، ألا وهو الهوية المصرية. فوعد بلقاء أمام المشاهدين بجزء تاني عن الهوية المصرية معاك من بعد إذنك يا أستاذ سامي. تحت أمرك. بنكرر شكرنا الجزيل لحضرتك. وأعزائي المشاهدين، على المستوى الشخصي سعدت جدا بهذا اللقاء مع الأستاذ سعيد حرك، والغوص في أعماق هويتنا المصرية، واللغة هي وعاء الثقافة المهم جدا. خلونا 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 مصريين، عودي يا مصر مصرية. أعزائي، بأكرر شكري وتحياتي وحبي لكم جميعا، وبتمنى كالعادة في نهاية كل حلقة إن الموضوع بتاعنا وبصمتنا اليوم تكون، أو حلقة اليوم تكون تركت بصمة مضيئة بلون النور
لكل عقل من العقول، وبسمة جميلة بطعم الفرح لكل شفاه. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. أشكركم.